شهدت عاصمة ساحل العاج أبيجان قمة البرلمان الأفريقي الأوروبي، حيث طالب المشاركون رؤساء الدول العمل من أجل الحد من هجرة الشباب الغير شرعية. محمد حسن سامبو. لماذا هذا الهجوم الشرس للهجرة نحو الغرب؟ هل أوروبا هي أرض الميعاد؟ لماذا هؤلاء الشباب الأفارقة يخاطرون بحياتهم؟ هذه هي أهم المسائل التي طرحت من قبل ممثلي الشعوب الإفريقية والتي ينتظرون من خلال هذه القمة إيجاد طرق وحلول لها، ذلك من خلال مكافحة الهجرة غير الشرعية التي يتعرض لها جزء كبير من الشباب الإفريقي. فاستنادا على هذه المسائل العميقة لهذه الحادثة المؤسفة، فإن برلماني الشعوب الإفريقية والأوروبية يريان أن تنقلات الشباب الإفريقي نحو الغرب ترتبط بعوامل عدة، منها سوء الإدارة وعدم العدالة الاجتماعية والنزاعات المسلحة، وهما ساهم في تضاعف مخيمات اللاجئين بشكل كبير في إفريقيا، وبالتالي قد أصبحت أماكن لتجنيد الشباب، بالإضافة إلى ذلك غياب التعليم وضعف المؤسسات الصحية كانت هي الأخرى ضمن العوامل التي شجعت نحو الهجرة. فمن أجل التغلب على كل هذه المسائل، فإن البرلمان الإفريقي قد وضع علامة خاصة على احترام حقوق الإنسان وكذا التوزيع المتساوي للثروات وترقية العمل لصالح الشباب. فعلى ضوء بيان أبيجان، فإن البرلمانين الإفريقي والأوروبي يناشدان الرؤساء لإعداد خريطة الطريق لتسهم في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للدول الإفريقية، ذلك من خلال الاستثمار في قطاعات التكوين المهني لصالح الشباب وكذا في الزراعة والثروة الحيوانية والصيد والصناعة. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، قامت مؤسسة القلب الكبير بالعديد من النشاطات، حيث نظمت بمدينة أم حجر حاضرة البطحاء الشرقية حفل توزيع هدايا للمحتاجين بالمدينة. محمد آدم والمزيد عن هذا النشاط. مؤسسة القلب الكبير تنتهز الفرص المناسبة لترسم ابتسامة جميلة في وجوه المحتاجين، وهذه المرة وبحلول ذكرى مولد النبوي الشريف، فقد احتشد سكان مدينة أم حجر حاضرة إقليم البطحاء الشرقية بمختلف فئاتهم المختلفة لمشاركة حفل الذي نظمتها المؤسسة بهدف مساعدة الفقراء والمساكين، حيث شهدت المناسبة كلمات عدة، بدءا بكلمة عمدة بلدية أم حجر والتي شكر فيها مؤسسة القلب الكبير المرأة الأولى هند ديبي تنو على مجهوداتها الجبارة في سبيل رعاية التنمية الاجتماعية، وكذا تقديم الهدايا للأطفال اليتامى والمساكين في جميع ربوع البلاد لخلق بيئة ملائمة لكل المواطنين. وعقبتها في الحديث مريم كوشي عبد القادر ممثلة لسيدة البلاد الأولى هند ديبي تنو، والتي هنأت الحضور بحلول ذكرى مولد النبوي الشريف، مستطردة في الوقت نفسه إلى الإنجازات التي تقوم بها المرأة الأولى هند ديبي تنو عبر المؤسسة القلب الكبير، سيما لمساتها الخيرية والتي تتمثل في تقديم الهدايا للمحتاجين والضعفاء لتشارك معهم لحظة الفرح. من ناحية أخرى، فقد قام عمدة بلدية أم حجر بانطلاقة تقديم الهدايا للأطفال والتي تمثلت في الملابس الأطفال من عمر 4 إلى 12 وعدد من كراتين البسكويت والعصائر ليحتفل بها ذكرى مولد النبوي الشريف، وسكان المنطقة فرحين بهذا العمل النبيل. وعلى الصعيد النفسي، فقد قام وفد مؤسسة القلب الكبير زيارة تفقدية إلى الخلاوي القرآنية المتواجدة في المدينة وضواحيها لتفقد عن أحوالهم، فقد التقى الوفد بأعضاء جمعية عباد الرحمن وعدد من المشايخ ومسؤولي المراكز العلمية. خلال اللقاء تحدث رئيس الجمعية وأثمن جهود السيدة الأولى هند ديبي تنو في سبيل رعاية المجتمع وتحقيق العيش الكريم لكافة المواطنين، وأسرد إلى الصعوبات التي تعاني منها الخلاوي والمراكز في البطحاء الشرقية بعد استماع شروحات والآراء حول الأوضاع. فقد قام الوفد بتقديم وصايا إلى المشايخ ودعاهم إلى التكاتف وتكثيف الجهود في سبيل التعليم وتعلم الدين الحنيف، وهذا يعد من الأهداف الأساسية للمؤسسة ومن أولويات مؤسسة القلب الكبير المرأة الأولى هند ديبي تنو. أعزائي المشاهدين، وصلنا للتو هذا الخبر الأليم، حيث وصلت قبل قليل الطائرة الحكومية التي تحمل جثمان الفقيد الدكتور أبا صديق الذي وافته المنية بفرنسا بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان في استقبال الفقيد بمطار حسن جاموس الدولي عدد من الأصدقاء والأقارب، حيث سيوارى جثمان الفقيد غدا بمقابر لاماجي. إن لله وإنا إليه راجعون.
وبهذا الخبر الأليم ننهي النشرة لهذا المساء. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.